الطيبين في احد اجمل ايام عمري وعمر مصر، ويوم خالد ويوم الصليب 30 يونيو 2013. بالفعل هو يوم قومي ويوم خالد في تاريخنا كلنا كعقولنا كلنا. كل لحظة في هذا اليوم البداية والاحتشاد من أجل هذا اليوم العظيم. إحنا كشارع الثقافي وعتصام المثقفين بدأنا الاحتشاد والترويج لهذا اليوم من قبلها بكتير جدا مع الحرب مصطفى حتى حرب لا خليك مصر، ولكن مصر لم تتحرر إلا بالدماء الذكية التي بذلها الشهداء نصف العراق والشهداء في أعلى عليين وفي فردوس الله ينعمون بالخلود الأبدي وبالحياة الأبدية أحياء عند ربهم يرزقون. لكن من دفع الثمن هم الأمهات. الأمهات هن السكالة اللواتي فقدنا فلذات أجدادهم. هن اللواتي دفعنا الثمن الحقيقي من اجل حريه مصر. كل سنه وانتم طيبين في هذا اليوم الاستثنائي عيد ميلادنا كلنا عيد مصر 30 يونيو. وبحيي فريق الصخره على هذا العمل الوطني الذي قدم لوحات فنيه في كل لوحه عرض لاحد اضرار المجتمع المصري والمجتمع العالمي التحرش وعدم احترام المرأة وإهانتها في الطريق ومن الإهانة الذكورية في عدم يعني التعامل السيء والرديء مع المرأة على غير ما أراد الله، ثم التطرف والوحدة الوطنية وكيف أن دماءنا مسلمين ومسيحيين دماء واحدة نحن المسلمين والعالم لأن الكون كله من أب واحد وأم واحدة. التطرف هو والعنصرية دلالة ضعف عقل وضعف إيمان. ثم في الأخير اللوحة الأخيرة التي منزقت قلوبنا جميعا هي لوحة الإرهاب الذي ضيع منا كثيرا من أبناء هذا الوطن العزيز وكاد أن يهدم بمصر كلها لو شعب أراد الحرية وأراد التحرر وأراد الحفاظ على الهوية والكرامة والحرية. ولولا جسارة شعب جيش عظيم حمى ظهرنا في ثورتنا الشريفة ولولا جسارة فارس أنا أعتبر هدية الله للمصريين والكفاءة التي كفانا الله بها على تمسكنا بالقرآن. الله يحفظ مصر في قرآنه وتمسكنا به والبلد الوحيدة التي ذكرت في القرآن والإنجيل وحماها الله واستثناها وخلدها وقدستها و أفرد لها رحلة من مقدسة فهي مقدسة أرض مصر التي نحتفل بها في 1 يونيو هذا الشهر. ولذلك فهي محمية بقرار سماوي علوي. فأهدانا الله هذا الرئيس الدستور عبد الفتاح السيسي الذي حمى ظهورنا حتى استردنا وطننا الغالي العزيز. بحيي فريق الصخرة وبحيي المخرج العزيز والكاتب وبحيي كل الكاست الجميل على هذا العمل وبحيي صديقي الفنان الجميل عاصم سالم اللي دعانا. انا استنى اعتذر لدان فاطمه تفضل وهيتحيوا معاكي بعدين ده اسمي ومعاكي على نصر. اوكي يا استاذ عاصم ماشي لان ده النجم بتاعنا لازم يبقى في الاخر خالص. اتفضل يعني من حقك وبحيي كل حد جه النهارده وزي ما قلت لكم بقى الاستاذ المخرج العزيز العمل ولكن اكتبوا على صفحاتكم عن العمل حتى يعني ينتشر ويكون كل المخصوص ان شاء الله. تشوفوا في الهناجر وتشوفوا المسرح القومي وتشوفوا في مسارح اخرى. بحييكم جدا جدا. شكرا للصحفيه الجميله. بحيي
الشهادة فاطمة نعود. أمهات الشهداء نحن جميعا مدينون لكم، مدينون لكم بالخير. شكرا للكاتبة والمفكرة الأستاذة فاطمة نعود، مشكرة.